السلام عليكم، هلا والله شباب بنات. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، افضل موقع شباب تحصل عليه متابعين، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، اي شيء. الموقع مش طبيعي شباب، موقع فيه المستخدمين سريعين، على طول تحصل متابعينك، يعني شيء اسطوري الصراحه. اوكي شباب، اول شيء شباب تفتح الموقع تلاقي بهذه الواجهه، تضغط على ريجستري فوق لحتى تسجل ريجستر. يقول لك اول شيء يوزر نيم، تعطيه اسم. ثاني شيء نضيف شباب الباسورد، بعدين يقول لك اكتب الباسورد مره ثانيه، نكتب الباسورد، بعدين نجيب الايميل، اي ايميل شباب حتى تسوي حساب جيميل ياو اي شيء. وبعدين يقول لك اكتب الايميل مره ثانيه ايزي. اوكي نكتب الايميل مره ثانيه حتى يتاكد. اوكي بعدين نضغط على ايم نوت روبوت ونوافق الاتفاقية هذه على السياسات الموقع. اوكي هني قال لي الباسورد، يعني لازم تضيف ارقام وحروف صغيرة وكبيرة، يعني ارقام وحروف عادية وحروف الكبيرة. اوكي قبل التسجيل الحين كل شيء مقبول. اوكي مثل ما تشوفوا يقول لك الان تأكد الحساب، تضغط على فيريفاي، يقول لك جيب لي الكود اللي تلاقيه في الايميل. مثل ما تشوف نحدث صفحة الايميل، مثل ما تشوفوا هذا هو الايميل اللي وصلنا، ننسخ الكود هذا رقم بس ونضيفه، نضغط على ايم نوت روبوت سبميت وامورك طيبة. اوكي حلو كل شيء تمام، كل شيء يعني تسجل وتأكد. اوكي حلو شباب، مثل ما تشوفوا هذا حسابي، ينطيك اول شيء 30 نقطة اول ما تسجل في الموقع، تاخذ 30 نقطة هيك بشكل مجاني. اوكي حلو مثل ما تشوفوا شباب هني ايرن كريديت، يعني مثل ما تشوفوا تحصل نقاط من الفيسبوك، الانستغرام، او الساوند كلاود، اليوتيوب، التيك توك، يعني تتابع، ضع لايكات، اي شيء. الموقع كلها تنطيك يعني مجال انك تحصل نقاط منها. مثلا جرب يوتيوب سبسكرايبر واشتراك بقنوات اليوتيوب ونحصل نقاط لانه اسرع شيء. نضغط على سبسكرايب، يفتح لك شي قناة هيك بشكل عشوائي، تضغط اشتراك، تنتظر شوي حتى يتوثق او يتأكد، يعني خليك بطيء شوي في الشغل حتى ما تواجه مشاكل وتحصل نقاطك بشكل عادي. اوكي نطلع وبعدين نضغط على التأكيد، بس خليك بطيء شوي. اوكي مثل ما تشوف حصلنا نقاط 33 نقطة، متابعات لليوتيوب، للفيسبوك، لأي شيء. احنا شباب نختار متابعين على الانستغرام مثل ما تشوفوا على مانج بيجز، نروح على انستغرام فولورز تحت، بعدين نجيب رابط حسابنا على الانستغرام ايزي. اوكي نسخ، نعطيه اول شيء الرابط، بعدين يقول لك ضيف لي ديسكريبشن، نعطيه اي اسم، مثلا نكتب انو او انوار برو ما يهم، اكتب اسمك انت. وبعدين مثل ما تشوف احنا عندنا 33 نقطة وننطي لأي واحد يتابعنا 3 نقاط مثل ما تشوفوا. لحتى نجرب نحسب دقيقة بس، 33 تقسيم، عندنا 33 نقطة تقسيم 3 نقاط لكل متابع، كم نحصل متابع؟ 11 متابع. انت جمع لك شي 500 وأكثر، يعني يشتغل شوي، يعني بشكل سريع قاعد اشرح لكم بس ليك ما جمعت لحتى ما يتأخر يعني الفيديو. مثل ما تشوفوا لو تحصل 1000 نقطة تقسيم 3، مثل ما تشوف 333 متابع بعد ما تخلص كل شيء. مثل ما تشوفوا شباب نضغط على سبميت والحين خلص انضاف وهو اكتيفيت، يعني هو نشط الحين، النقاط تصير يخصم من حسابنا ويرسل متابعين. انت خليك تجمع هو يخصم وانت تجمع وهكذا وتحصل متابعين كل يوم، امورك طيبة. الشيء الثاني ريفرل شباب، هو لما تشارك الموقع مع اصدقائك راح نقول، وتنطيهم الفيديو هذا لحتى يحصلوا متابعين، ينطيك الموقع بما انك يعني شاركت الموقع معهم ينطيك نقاط او نسبة من نقاطهم. كيف؟ انه تنطيهم يسجلوا برابطك الخاص، والرابط هذا هو، بس انسخوه وشاركوا مع اصحابك وايزي، كل شيء واضح شباب. اوكي شباب هذا كل شيء الفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يعني اي استفسار او تعليقات لا تنسوا اللايك
والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم انور، شكرا للمتابعة والسلام عليكم. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in.